وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال الأبطال؟ الحمد لله. كما تريدهم الميليشيات، يدعو الأب أبناءه للتحول إلى جواسيس على جيرانه ومعارفه، يجعل منهم أعينا تبحث عن أعداء مفترضين. أكيد عملاء ومنافقين بيجمعوا معلومات عن برق واحد. لا مدارس ولا كتب، فقط مجاميع من الأطفال يتم حرف مسارهم نحو الحرب ليظهروا ممجدين للموت والقتل. يعترف المسلسل الموجه للأطفال والذي تنتجه وتبثه قناة تابعة لميليشيا الحوثي بأن تكون مقدمات الجبهات من الأصغر سنا. اجروا يا رجال المدد قادم. كتب الله أجرهم. مع من بايجي المدد؟ مجموعة من الأطفال بس رجال شجعان. كتب الله أجرهم. كيف نعرفهم؟ معهم على مليمن على مليمن. الأطفال في حدود الأمامية أطفال شجعان من عندهم. وهو أمر يطابق الواقع وإن حاولوا إخفاءه، لكنه يظهر جليا في العمل الدرامي الركيك كما وصفه كثيرون، وفي الصور المعلقة على جدران الواقع. في مشاهد مكررة كهذا يكنى أحد ضيوف البرنامج المعاد تمثيله بتسمية تمنحه الحق في استعباد غيره. شكرا لكم. شكرا لك يا سيدي. شكرا مذيع متعلق. شكرا لك. ويصنف العمل اليمنيين على أساس طائفي، ويبدأ ذلك من غرس مفاهيم العبودية والسيادة وصولا إلى الحق في التسلط والحكم. وحين يكبر هؤلاء الصغار يكون قد ألفوا تقسيم المجتمع على أساس لا علاقة له بالكفاءة بل بأمور أخرى، كما يظهر في العمل الدرامي الذي يحمل فيه بطل العمل تسمية تحط من مكانته. جاهزين هشاء؟ جاهزين. توكلنا على الله. يظهر المسلسل الطفل اليمني محاطا بمجتمع ذكوري لا مكان فيه للأمهات، وهناك فقط آباء في مهمة تحويل صغارهم إلى محاربين وإيداعهم الحرب، وهو أمر لم يغب عن المنتجين الذين عمدوا إلى تكريس هذا المبدأ ليجنوا في النهاية أطفالا جاهزين للموت.